الانفضاض مع خليفه رمضان صبحي، في حاله رحيل رمضان صبحي، من وجهه نظرك انت شايف ان الاهلي محتاج لاعب بديل ولا الاهلي عنده بدائل في المركز ده كوجهه نظر؟ يعني لا يعني هنا كاتبين في متن الخبر ان طاهر محمد طاهر لاعب المؤكد ان الاهلي عنده بدائل، بدليل ان رمضان مصاب بقاله فتره طويله جدا، والاهلي بيلعب وحقق انجازاته وحقق انتصاراته ووصل لنصف نهائي دوري الابطال بعيد عن وجود في غياب رمضان صبحي. فالاهلي عنده بدائل في كل الاحوال يعني، لكن الاهلي دايما يعني بيبقى عنده رغبه ان يبقى عنده وفره من اللاعبين، يبقى عنده لاعيبه مهره، يبقى عنده يعني اكتفاء كبير جدا في كل مركز، بحيث ان ما يحصلش عندك مشكله يعني. بيبقى عنده بدل اللاعب اثنين وثلاثه، لان لا قدر الله الاصابات كتيره جدا، فلو اصيب الثاني او اصيب الاولاني بقت عندك مشكله كبيره جدا، خلاص ما بقتش عندك الفرصه. فدايما الاهلي بيكون عنده كده. فاذا كان هناك لاعب، والحقيقه انا مش شايف ان في لاعب موجود في الدوري المصري بقدرات رمضان صبحي طبعا، يعني بعد دلوقتي بيتكلم على خليفه رمضان صبحي وعلى نفس المستوى، ما فيش لاعب حاليا في الدوري المصري على قدر وقدرات وامكانيات رمضان صبحي. فيعني ان احنا نجيب واحد قريب منه، او النادي الاهلي يتعاقد مع حد قريب منه، فده شيء مهم جدا وشيء كويس يعني، خصوصا لما يكون لاعب صغير السن، لاعب مؤهل، عنده قدرات، لاعب عنده امكانيات. لكن انا شايف في لعيبه كتير جدا يا كابتن الامير بيتم الحديث عنها في وسائل الاعلام وفي الدوري المصري بشكل كبير جدا وبشكل لا يتناسب قدراتها. والبعض ان الانديه دي بتحاول ترفع السعر وتعلي سعر اللعيبه دي في ظروف احنا صعبه جدا، المفروض ان الاسعار تتراجع بشكل كبير جدا يعني. زي ما قلت لك ان معظم اسعار اللعيبه في العالم بتتراجع، يعني القيمه السوقيه للعيبه في العالم كلها بتتراجع تقريبا يعني. ففي كلام كتير جدا اتكلم، والسماسره بيشتغلوا وكلاء اللاعبين بيشتغلوا، وقعد اللاعب اللي ممكن الاهلي يفكر فيه يروح طرحه على الزمالك، والزمالك يفكر فيه حتى لو ما اتطرحش بشكل واقعي، بيتم طرح ده على السوشيال ميديا وفي وسائل الاعلام، لان ده كله بيعمل حراك لاي لاعب وبيعلي في سعره وبيحسسك ان في خناقه على هذا اللاعب يعني، مع ان الواقع مش موجود اساسا يعني. فيعني نتمنى ان الحاجات دي تبطل والامور تهدى شويه، خصوصا ان احنا في ظروف حاليا صعبه جدا، صعبه جدا. كل طموحنا واملنا ان احنا نرجع المسابقه تاني ونرجع النشاط تاني ونرجع نشوف كره قدم تاني، ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم يعني. ده اللي هيجرني ان انا اتكلم معاك في حته ايه، في حته اسعار اللاعبين. هل الاسعار هتتاثر بازمه فيروس كورونا؟ هنلاقي الاسعار نزلت شويه، خصوصا ان احنا بنشوف بعض الاحيان ارقام مبالغ فيها يعني. طبيعي جدا الاسعار تنزل، بل الرواتب تنزل يعني. الرواتب كمان، الرواتب اللعيبه نفسها المفروض طبيعي تنزل في كل العالم، بدات تنزل الأزمة. يعني بسبب الازمه. لا ده طبيعي جدا وعادي جدا، والمفروض اللاعبين يبداوا يتحركوا في هذا الاتجاه. يمكن النادي الاهلي بدا في الايام الاخيره ياخد محاوله تخفيض العقود مع اللاعبين بنسب معينه. اعتقد ان الانديه المصريه بمجرد الاهلي ما ينجز هذه الخطوه ويعلن رسميا عن اتمامها، اعتقد ان كل الانديه المصريه هتسير في هذا الاتجاه. احنا شفنا في مصر ان كل غالب عدد كبير جدا من الاجهزه الفنيه بدا يخفض بشكل واضح يعني. شفنا الكابتن طلعت يوسف، شفنا في المقاولين، شفنا في المقاصه، شفنا في وادي دجله، شفنا في النادي الاهلي، كل ده الناس بدات تخفض بشكل كبير جدا، لكن لم نسمع عن اللعيبه يعني. فمهم جدا ان اللعيبه اللي بتاخد ملايين ان يتم تخفيضها. ليه؟ لان العوايد بتاعه الانديه تاثرت كتير جدا. بنتكلم على عوايد البث، عوايد الرعايه، المباريات، النقل، كل الحاجات دي حاجات كتيره جدا، الاعلانات، كل ده تاثر بشكل كبير جدا. فمداخيل الماليه للانديه بقت قليله، بقت متواضعه، وبالتالي وجب على اللاعبين ان يقدروا ده. النادي اللي واقف معاك وشايلك وبيدفع لك راتبك، اعتقد ان فرصه انك ترد للنادي هذا القدر من الواجب او الجميل اللي مطوق عنقك يعني. فاعتقد ان دي خطوه مهمه جدا. القيمه السوقيه بتاعت اللعيبه نفسها ليس في مصر فقط المفروض تنزل، ده على مستوى العالم يعني. كان في تقرير النهارده قال على القيمه السوقيه لمعظم لعيبه العالم بدات تنخفض يعني. كنا بنتكلم على محمد صلاح 150 مليون يورو، الان يمكن النهارده اخر حاجه 120 مليون، واخد بالك؟ تريزيجيه مش عارف كان داخل على 10 12 7 8 النني 6 7 بقى 4 كله يعني. انا بكلم لك في لعيبه مصريين، وهكذا. فهتلاقي ميسي ورونالدو وكل اللعيبه في العالم بيتكلموا في هذا الاتجاه، وبيتراجع اسعارهم في هذا الاتجاه، وطبيعي جدا ان نتقبل هذا، لان هناك ازمه ماليه كبيره جدا بيتحدثوا عنها في الدوري الانجليزي، في الدوري الايطالي، في الدوري الاسباني، في الدوري الالماني، في كل الدوريات الموجوده على مستوى العالم، الدوريات الكبيره جدا يعني.
فنتمنى ان اللاعبين المصريين يعوا هذا جيدا او غير المصريين الموجودين في الدوري المصري طبعا. تقديرا للظروف الصعبه اللي بتمر بها الانديه حتى تستطيع الانديه هذه الانديه ان تستمر فتح ابوابها وتحافظ على العمال والموظفين اللي موجودين فيها لان دول اللي اول ناس هيدفعوا الثمن مش اللعيبه يعني اللعيبه يعني مع طبعا نتمنى لهم كل الخير وكل التوفيق لكن اللعيبه عندهم قدرات ماليه تخليهم يتحملوا دي ممكن لسنه كمان ما عندهمش مشكله لكن الموظف اللي موجود في نادي او في مكان اللي بياخد له 2000 ولا 3 ولا 4 ولا 5 كل ده اعتقد ان دي قدرات ماليه يعني محتاجه ان النادي يبقى عنده قيم ماليه يقدر يوفي بارتباطاته ده الناس وما يصرحش عماله وما يصرحش موظفين لازم الناس تقف جنب الانديه وفي مقدمتهم اللاعبين باذن طيب. الله واعتقد ان ده متاح يعني. في ظل تخفيض اسعار اللاعبين هل القوه الشرائيه هتبقى هي زي الفتره اللي فاتت قبل فيروس كورونا ولا هتقل برضو تباعا بشكل طبيعي؟ لا طبعا طبيعي اصل لو هي القوه الشرائيه فهتلاقي المنافسه بقت أبداً. متساويه بين الفرق اطلاقا لا اعتقد ان القوه الشرائيه اللي كانت قبل هذا الوباء هي نفس القوة الشرائية اللي موجودة بعديها ليس في مصر في حد بل على مستوى العالم يعني اللاعب اللي كنت بتدفع فيه 30 مليون مستحيل تدفع فيه 30 مليون هتفكر في 20 في 15 في النجات دي يعني فكله هيبدا يراجع كله هيبدا يتنازل كله هيتاثر وكله لابد ان يشارك وكله لابد ان يدفع الثمن في هذا الموضوع مش الانديه بس اللي هتتحمل يعني اصل النادي هيجيب لك منين ما النادي في النهايه ليه قدرات ماليه محدوده ليه سقف معين يعني فهو اتاثر وده الاقتصاد العالمي كله تأثر في العالم في معظم دول العالم يعني بالظبط فلما اتكلمنا على كرة القدم اكيد هتتأثر واكيد لابد من التخفيضات في كل المشاهد سواء القيمة السوقية تخفيضات سواء رواتب اللاعبين تخفيضات سواء رواتب المدربين تخفيضات وده مهم جدا يعني. طيب.